يعني اللايف خفيف ان شاء الله. مرحبا بكم، اللايف خفيف والدريف اخوتي، تحياتي لكم. مرحبا بارطاجيونا اللايف بكم، تكيونا في بانتايا ومرحبا اللايف بكم. خفيف والدريف اخوتي، تحياتي لكم. بارطاجيونا اللايف تكيونا في بانتايا ومرحبا بكم. دريف خفيف اخوتي، اللايف اللايف دريف وخفيف، فالي اللايف دريف خفيف اخوتي، اللايف دريف وخفيف. مرحبا بكم، خبر جميل للجميع. اللي ما مشتركش يدير اشتراك وبارطاجيو اللايف، ما غاديش يكون طويل، يعني اللايف يكون قصير. اللي باغي يطلع مرحبا به، زيدوا طلعونا الاخوان ديالي تكيونا في بانتايا. يتبارطاج اللايف، مرحبا بالجميع. اللي ما كيتسكيش بانتايا يتبارطاج اللايف، ما غاديش نطلعوا بالي. يتبارطاج اللايف، السلام عليكم. يتبارطاج اللايف، يتبارطاج اللايف خويا عافاك. يتبارطاج اللايف، عليكم السلام خويا عزيز. يتبارطاج اللايف، تفضل اخويا. يتبارطاج اللايف، يتبارطاج اللايف، حاولت تحيد لي. يتبارطاج اللايف بخير خويا العزيز باش نسمعك. يتبارطاج اللايف، حاول تحيد لي كيت. الله يجازيك بخير خويا العزيز باش نسمعوك مزيان. الله يحفظك اخويا العزيز. مرحبا بك ايرمانو خوتي اللي معايا على المباشر. انا كنت الله يحفظك اخويا العزيز. مرحبا بك ايرمانو خوتي اللي معايا على المباشر اللي كيتسكي في بانتايا، انا كنتفاعل معاه. تفضل اخويا، مرحبا بك. الله يحفظك. لا لا باغي نطلع اخويا الطنجاوي، عاد نبغى الاسلام والله يسلمك. الله يحفظك اخويا، الله يرحمك الوالدين، تحياتي. الله يرحم الوالدين. دابا غير ندير بغيت نطلع نقول على حساب واحد التجربه ديالي، على حساب انا كنت درت تجمع العائلي في اليكانتي، يعني الناس اللي كتكون عندها اهتمام بهذه القضيه ديال التجمع في اليكانتي. مرحبا خويا. دفعت اخويا نهار 25 يعني في ماي في شهر 5، وجاوبوني البارح. الله يكمل بالخير ان شاء الله اخويا العزيز، تبارك الله عليك. يعني الحمد لله، الله يكمل بالخير ان شاء الله اخويا العزيز، تبارك الله عليك. يعني مده ديال تقريبا 4 شهور شي حاجه. نعم، مده ديال 3 شهور جاوبوك ياك، تقريبا 4 شهور شي حاجه. يعني 25/5 25/5 والجواب كان 15/9. يعني كما كتوصل واحد الرساله للناس واخا كيتعطلوا. تبارك الله، الله يسهل عليك اخويا العزيز. يعني كما كتوصل واحد الرساله للناس واخا كيتعطلوا، يعني كيكون الخير ان شاء الله. الخير. وحاجه اخرى عاوتاني، واخا هما راسي معانا، كنت تبعت راسي، انا كنت جمعت الاوراق الراسي وكل شيء، الامور ديالي الطاقه احسن حاجه، ومشيت دفعت راسي في الكوبيرنو، عطيتهم الايميل ديالي ديال الجيميل، كانوا صيفطوا لي البارح واحد النوتيفيكاسيون. دخلت انا بسيرتيفيكادو ديالي من البي سي، ولقيت تيليشارجيت الكارتا بي دي اف ولقيتها كونسيدير يعني مقبوله، ولكن فاش كتقلب في السيت مازال استادو ترامي. ملي بغيتي توضحها لنا باش يفهموا الاخوان. ديجا هضرت عليها، هذه كنحييك عليها. وملي بغيتي توضحها لنا باش يفهموا الاخوان، انا اللي كنهضر معكم عندي بعض الاوراق ديال بعض الشباب كنراقب لهم في الوفاء، يعني في بي سي ديالي وفي التليفون حاليا عندهم ترامي، وهذه شهرين تقريبا هما فابورابلي وراه خدامين في الكورسو ديالو. انا كان يجيك في الايميل، جاني كتجيك في الايميل بان فابورابلي. جاني ميساج في الجيميل، دخلت اللينك اللي كانوا صيفطوا لي ديال اكسترا خيريه خاص بهم الناس اللي كيخرجوا الكارطه ديال الفابورابل. دخلت تما درت السيرتيفيكادو ديجيتال ديالي، خرجت لي الكارطه فابورابل، قالوا لي خصك تمشي تكونفيرمي بحال هذيك ديجيتال فيرما، تيليشارجيت واحد البي دي اف اكسبتيتو حتى هو. من بعد عطاوني بي دي اف اخر، قالوا لي ها الكارطه ديال مقبول، خرجها لقيت فيها كونسيدير مقبول. شكرا. الله يسهل عليك، بارك الله عليك خويا العزيز. شكرا، شكرا على المعلومه، تحياتي. واللي باغي يجي عندنا المجموعه ديال المهاجر، اخر فيديو يلاه حطيته دابا جوج دقائق غادي يهز من تما باش يدخل عندنا. تحياتي لكم اخويا العزيز، شكرا. الله يرحمك والدي، شكرا. يلا خوتي بارطاجيو لينا اللايف، الله يجازيكم بخير. هذا طلب ليس امر، الله يرحمكم الوالدين. اللايف غيكون خفيف وظريف، ما غيكونش طويل بزاف، ولكن انا كنطلب طلب لا اكثر. خوتي وحبابي، طلب ليس امر، الله يجازيكم بخير. الله يرحمكم الوالدين، تكيونا في بانتايا خوتي، الله يجازيكم بخير. غنطلعوا معنا الاخوان في بانتايا باش نبقاو نهضروا مع واحد بواحد، فالي الله يجازيكم بخير. اللي باغي يطلع معنا سيفتنا هنايا، ولكن اللي ما كاينش بانتايا راه ما كنطلعوش، يعني كندير اللي بجهدي باش نتفاعل مع الجميع ونوصل رساله للجميع، ولكن الله يجازيكم بخير، تعاونوا معنا. شكرا، الله يحفظك خويا. يعني الاخ ديالي خليك معنا، الله يحفظك اخويا العزيز، غير نكملوا مع الاخوان. يعني نطلعوا خويا، خليك معنا تنطلع. مرحبا بالجميع اخوتي، تحياتي للجميع. السلام عليكم خويا، خليك معنا تنطلع الاخوان خويا باش نمشي بالسيري، الله يحفظك. يعني نبقى نعيط بالسميه، نطلع الاخوان معنا في الشاشه هنايا. تحياتي لكم، وواحد الحاجه غنقولها لكم، والله العظيم الا كندير لي في جهد ديالي باش نوصل لكم معلومه صحيحه، يعني ما كنبغيش او ما باغيش نطيح في شي مشكل، يعني ما بغيتش يحل لي المصداقيه ديالي، والله غلط ما بغيتوش،
يعني واخا غنكون غنغلط، يعني غنغلط باذن الله ما بغيتوش، علاش؟ باش ما طيحش المصداقيه، تما ما عندناش كلمه اولا كنكذبوا على الاخوان. الله يجازيكم بخير، بارطاجيو لينا اللايف، راه كنطلع معايا غير الاخوان في بانطايا هنايا باش كلشي يكون معنا على المباشر، يعني نبقى نطلعوا معنا، يعني نعمروا بانطايا تخوان، نعمروا وحدين اخرين باش يمشي ديك الشيء بالنظام. اخ اسماعيل مالي الاخوان ديالي، تحياتي لكم، وغادي نبداو دابا مع الاخ اسماعيل. اخ اسماعيل السلام عليكم، بس نطلعوا الصوت معنا. الله يرحمكم الوالدين، يلا اخوتي بارطاجيو لنا اللايف، الله يجازيكم بخير. واش كتسمعني ولا لا؟ الله يرحمكم الوالدين، وتحياتي للجميع. الاخ اسماعيل واش كتسمعني ولا لا؟ شكرا الاخوان عزيز، شكرا الاخوان عزيز ولا عزيز، اسمحوا لي. مرحبا بك، شكرا على الورود، شكرا الاخوان اللي كيدعمونا، تحياتي لكم، وكنعطيكم دائما تحيه. الاخ اسماعيل على المباشر، السلام عليكم خويا اسماعيل. الاخ اسماعيل كيبان لي عنده مشكل وقيله. خويا اسماعيل السلام عليكم. سي الاخ اسماعيل كيبان لي عنده مشكل وقيله، ولا الصوت انا ما رجعتوش مزيان. سي السلام عليكم خويا اسماعيل. السلام عليكم ارمانو. اسماعيل السلام عليكم ارمانو. اخويا اسماعيل وقدم لي، سلام خويا بخير ان شاء الله، فين عايش؟ في اسبانيا. الله يحفظك اخويا اسماعيل، مرحبا بك اخويا اسماعيل، وقدم لي المدينه ديالك ان شاء الله، فين عايش؟ في اسبانيا. خويا ميلو تحياتي اخويا ميلو، صيفط لي نطلعك معنا اخويا ميلو فالي. الاخوان كملوا لنا 300 عائله على المباشر، مكرهناش. تحياتي للاخوان الي كادي، الاخوان جزاكم الله خيرا، مكرهناش نوصلوا لها 300 مشاهد مع المباشر، وهنايا 20000. تفضل اخويا، مرحبا بك اخويا اسماعيل. واخويا غير بغيت نسقسق، انا كنت دخلت دابا شي عام اللي دخلت اسبانيا، دخلت قانوني، دخلت فيزا. مرحبا يا حمادي، مرحبا خويا. ابري كنت درت النيميرو دني، عندي النيميرو دني، مي عندي شهاده السكنه فيها عام، واش نقدر ندفع قبل ولا عندي شي حل؟ ما عنديش. البروبات اللي عندك هما اللي كيشهدوا عليك خويا العزيز، غادي تدفع من بروبات، يعني البروبات اللي عندك هما اللي كيشهدوا عليك، يعني انت غادي تدفع من نهار اللي عندك البروبات ديال الطبيب، ومن نهار اللي عندك البروبات ديال شهاده السكنه خويا. هذيك عطاوها لك انت، يعني ما خدام حتى شي حاجه. هذيك عطاوها لك انت، فوقاش عطاوها لك انت، يعني عطاوها لك في العام ديال 10 شهور. بين ديك البروبات اللي موراه، يعني واخا عطاوها لك، بشحال المده بينه وبين ديك البروبات اللي موراه؟ ما غير في ذاك الشهر درت مني، درت شهاده السكنه، نامي كل شيء درته مره واحده. كتحسب اخويا العزيز ما تكونش فايته غير، يعني بديك الشهر، واحد ذاك الشهر دائما بروبا. كتحسب اخويا العزيز ما تكونش فايته غير 4 شهور بينهم وبينهم، يعني دائما بروبا، ما بين بروبا وبروبا خص تكون ما بين 3 سميسيس حتى 4 شهور. اوكي ميرسي، شكرا. خويا نيرمانو تحياتي. دائما عاد تدفع، يعني ما تقدرش تدفع قبل بداك النيوز. دائما ملي كنبغي نقول لكم شي حاجه، بغيتي تدفع القانون ديال دوسا نيوز ديال ريغو سوسيال خويا، باقي كنهضروا خويا، يعني خصك تصبر اخويا حتى توصل النوبه ديك، الله يرحم الوالدين وسمح ليا، يعني ما يمكنش انا نقاز، فهمتي؟ الله يسمح لنا الخوا ديالي، حيت طلعت بالفيله. باغي تدفع القانون ديال تريسا نيوز او دوسا نيوز، يعني ديال عامين ولا ديال 3 سنين؟ باغي تدفع ديال عامين، خص تكون عندك عامين ونهار عاد تحط الدوسي في سترانفيريا، ديال 3 سنين خص تكون عندك 3 سنين ونهار باش تحط الدوسي في سترانفيريا. تحياتي لك اخويا اسماعيل. ميرسي بوكو. دغيا الله يحفظك خويا، شكرا. يلا خوتي مرحبا بكم، وكلشي على المباشر. الاخ ديالي اللي قطعت لك الصوت دابا هنا جاينا عندك، السلام عليكم. الله يجازيكم بخير، هذا طلب، الله يرحم. مرحبا بك اخويا العزيز، واحد دقيقه الله يحفظك خوتي، الله يجازيكم بخير، هذا طلب، الله يرحم الوالدين، ليس امر. اللي كيبغي يعاونونا يتعاونوا معنا، حتى حنا كرهناش اللايف ديالنا يوصل للناس، ما بغينا ورود، ما بغينا قلوبه، بغينا غير قلوبه البانطايا اللي كيطلعوا اللايف، ما بغيناش القلوبه ديال الدعم صراحه، بغينا القلوبه ديال البانطايا، يعني القلوبه البانطايا ما كيعطيوناش الفلوس، كيعطيونا الدعم، يعني باش يدخلوا عندي الناس جداد، هذا غير طلب ليس امر. وتحياتي لكم، السلام عليكم خويا العزيز. مرحبا بك ارمانو، قدم لي. وعليكم السلام، طنجاوي بخير، كلشي مزيان. الله يحفظك، الله يرحم والديك، مرحبا بك ارمانو، قدم لينا المدينه ديالك في اسبانيا ان شاء الله ارمانو. خويا عندي الملف، انا دفعته دابا 3 شهور الريغو بارا فورماسيون. واه شنو بلاصه في اسبانيا خويا؟ بارسيلونا. مرحبا. او بارسيلونا، ومعايا صاحبي عاوتاني 4 شهور هادي باش دفع، وشي مرات كيقولوا شتي فيديو ديالك كيبان لي زعما 3 شهور، نمشيو عندهم نشوف البروسيتا ونشوفوا شنو كاين. 3 شهور ونهار داكشي، واش نستنى ولا كيردوا على الناس، ولا داكشي مبلوكي زعما؟ واش داكشي مبلوكي ولا كيفاش؟ حيت عطلوا بزاف الناس كيقولوا راه مبلوكي. هادي الاخوان ديالي بلا ما نسميو على المباشر، يعني عندنا مجموعه ديال المهاجر، يعني المجموعه اللي عندنا كاين ناس برشلونه، ناس مدريد، يعني المنطقه ديال اسبانيا كامله، اي مدينه معايا في ديك المجموعه، بلا ما نسميوها حيت غير قانوني. اللي باغيها راه عندي في اخر فيديو حطيته غير دابا، كاين تقريبا عندنا شي 200 عائله تقريبا عندنا في ديك، يعني في ديك المجموعه لما نسميوها، وهاد العائله هادو كنقسموا مع بعضنا، يعني اي حاجه كنطلعها تما من الاول عاد كندير عليها فيديو، يعني على حسب التجربه ديال الاخوان اللي عندي في المجموعه. الناس ديال برشلونه كيجاوبوهم ما بين 3 شهور حتى 5 شهور، يعني ولا كنت انترميتي ماشي ضروري تهبط عندهم اخويا.
غير كنبلوك حيت كاين انترميتي دابا، راني انترميتي 3 شهور دابا انترميتي. ما كاينش مشكل، ولكن نو باس انادا، انت بغيتي تمشي ليهم عندهم يعني تمشي عندهم، ما كاينش مشكل. ولكن ما بغيتيش تمشي يعني نو باس انادا، علاش؟ ما كاينش الخوف كاع يعني، غادي الدوسي غادي، الناس كيردوا عليهم برشلونه، انت غادي تكون عارف كيجاوبوا على الناس في برشلونه مرسيا. عندنا مشكل في برشلونه مرسيا ومدريد، كيتعطلوا عليهم بزاف، ولكن كيجاوبوهم دائما بالحاجه زوينه، يعني بخبر زوين. نو باس انادا ان شاء الله، انا درت الدوسي عند المحاميه، فهمتي؟ نو باس انا دابا ملي درتي عند المحاميه مزيانه، يعني ملي غادي مزيان، غادي مزيان ان شاء الله باذن الله. الله يسهل عليك والله، يفرح جميع الاخوان في هذه الارض. شي حنا كنا بحال بحال وكنا مازال في البدايه. تحياتي اخويا العز. انا معك، انا جاي عندك، انا معك. شكرا بارك الله فيك. شكرا، الله يحفظك. خد انا معك، انا جاي عندك، انا معك. السلام عليكم. عليكم السلام اخويا العزيز، مرحبا بك. الله يحفظك اخويا العزيز. والله يا سمعت الله يحفظك اخويا العزيز. الله يا اخي، هذه القناه ديالكم ماشي ديالي، باش تعرفوها. هذه القناه هذه ديالكم ماشي ديالي اخويا. تفضل اخويا العزيز، واسمح لي حيت قبيلتي. الله يرحم لك الوالد، حيت السيستم، اسمح لي الله يحفظك، حيت قبيلتي راك عارف. الله يرحم لك الوالد، حيت السيستم ديال الله، ولا مشيت طلعتك وخليت لي تحت منك عين الصداع، يعني غنمشيو كل شيء. وسطونا اخوتي هنا 50000. وتفضل اخويا العزيز. الله يرحم والدي، انا ديما الحمد لله متبعك والاخبار اللي كتقول. الله يرحم والدي، ولا كان شنطه الله يرحم والدي. الله يعطيك الخير خويا، تحياتي. مرحبا. امري تنصح خويا، لا تقدر تعرف هذا الشيء، هذا واش نيفيران، واش بغيتي لنا فتره خيريه؟ صبروني دابا، حاليا انت فتره خيريه. حاليا فتره خيريه، صبروني. كان عندي معايا باسابورتي، فهمتي؟ سي، وما عندي لا مشاكل لا والو، فهمتي؟ وكنت عامل لوجو ترفض لي. كنت عملت سبته وطلعت من هنا اسبانيا. كنسمعك مزيان دابا، انت راك في ترانخيريا. شنو بلاصه في اسبانيا في ترانخيريا خويا؟ ماني كنسمعك مزيان دابا، انت راك في ترانخيريا. شنو بلاصه في اسبانيا في ترانخيريا خويا؟ خوتي سمعوا مزيان الاخ، يعني باش تكون واقعيين هنا نعطي واحد النصيحه زوينه. تفضل خوتي، سمعوا مزيان الاخ، يعني باش تكون واقعيين هنا نعطي واحد النصيحه زوينه. تفضل اخويا العزيز، فوقاش شدوك دابا؟ لا سولت ما انا كنسموك اخويا، قلنا الله يرحم ديال الوالدين، ما بقينا. لا سولتك فوقاش شدوك؟ في اسبانيا ما عملنا لا فلول ديال شهر شدوني غير الفلول ديال شهر تسعود عندك، يعني الفلول ديال شهر تسعود. الباسبور ديالك اللي شدو عندك، يعني ديالك نيت ماشي مزور ولا شي حاجه؟ لا لا، ديالي نيت، كنت عملت هنا في القنصليه ديال الجزائر. ما طلبتيش بالمحامي؟ المحامي الداخل، ما طلبتيش من محامي؟ عملت المحامي، عملت المحامي، باقي حاليا باقي مع فور. قالوا لي محامية الدولة عيطت لي، قالت لي راه عملت لك الكورسو ولكن رفضوا لك. لي كورسو ترفض لي؟ قالي الرفض، فهمتي؟ كوسي عند خويس ولا مازال؟ ترفض لك. ولكن انا نقول لك واحد القضية، كوسي عند خويس ولا مازال؟ والله اخوتي لك كيضرب في الخاطر. اخو دوس عنده واه. والله العظيم يا اخي العزيز. والله اخوتي لك كيضرب في الخاطر هادشي. والله العظيم يا اخي العزيز، الا كيضرني في خاطري هادشي هذا، ثقوا فيا، هادشي كيضرني في خاطري. اسبانيا بدون مشاكل، بدون. شحال عندك انت في اسبانيا هنايا؟ شحال عندك في اسبانيا؟ نعم. شحال المده انت في اسبانيا؟ شحال عندك في اسبانيا؟ شحال في اسبانيا؟ عامون. شحال المده انت في اسبانيا؟ عامون. حاجه اللي غادي نقول لك، حاجه اللي غادي نقول عامونس مزيان. عامونس انا حاجه اللي غادي نقول لك، حاجه اللي غادي نقول لك اخويا، انا شوف انا صراحه والله الا بقى فيا الحال نقول لك علاش. حيت صعيبه بزاف تكون ضرب مده في اسبانيا ويجيو يشدوك، يعني راه خصك تعرف بان راه ماشي 90% كيردوا المغرب من الترانخيريا. خصك تعرف هذه القضيه، وانا كنعطيها لك كنصيحه وكنتحمل المسؤوليه ديالك. راه ماشي 90%، يعني يقدر يعطيوك ورقه ديال الطرد، انت تخرج تمشي بحالك لراسك. ما زيني، ما بقاش ديك الطرد اللي كيهزو بنادم بزاف وكيردوه هما، يعني كنصيحه. انا باذن الله وقدره الله كنقول لك بان راه غادي يعطيوك الطرد، ولكن ما غاديش يردوك هما مباشره، فهمتيني؟ جابوا لي الطرد وصيفطت للمحامي، جالي الطرد من الكاديس، لحساب حيت كان اللجوء ترفض لينا في اسبانيا وما خرجش. الاخوان الاخ سترانخير يا مسكين، كما كتشوف خوزيرات مشدد في خوزيرات، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. والله العظيم الا سامع يعني ما كانش عندنا باسابورتي، ما كناش كانوا يشبرونا المخزن كيطلقونا في البلاصه. انا بغيت نحمق،
ما فهمت والو، نهار اللي عملنا الباسابورتي باش نصيفطوا الفلوس للعائلة ديالنا عمري هزيت معايا الباسابورتي، نهار اللي هزيتو معايا في مشي هذا هو صاب المشكل، الفلوس هذا هو حطوا المشكل. ليا في الفلوس قدامي. ملاقا خزيرة هذا وادك، هو شدك في المشكل، هذا خزيرة هو نيت المشكل. ياك؟ ملاقا خزيرة وادك، نشدك في خزيرة نيت ياك. دائما كنصح بيها الاخوان، خزيرة داوني اما كوميساريا عمركم دائما وحكم عليها كنصح بيها الاخوان، البلاصة اللي قريبة ما البحر عمركم تكونوا عند زين باسابورتي وما عمركم ما تعيشوا عمركم فيها، البلاصة اللي قريبة كنصح البحر ما بيها عمركم تكونوا عند زين كنصح بيها باسابورتي وما عمركم تعيشوا فيها، كنصحكم فيها. انا عارف يعني بان كما كتشوفوا الاخ ديالنا بوبري، بغيتكم كاملين تدعيوا مع الاخوان. انا عارف بان، ولكن النصيحة قليل ديالي بغيت المسلمين نسولك سؤال، وما ما عمره عطاوك سبورسيون ياك قبل قبل هادشي؟ ولكن النصيحة دي بغيت نسولك واحد السؤال، ما عمره عطاوك سبورسيون ياك قبل هادشي؟ لا الطرف جاني دلوج وعطاني عطوني الطرد، نهار اللي مشيت سنيت على اسيلو اللي ولكن ترفضني ديك في الطرد سنيت واش على، فيه قالوا سنة لي ولا عندك عام؟ مدة 15 يوم باش تخرج من اسبانيا. ولكن ديك الطرد واش فيه سنة ولا عامين؟ لا حيت انا اللوجو كنت عملته في سبتة، اللوجو ترفضني في شهر، في شهر كنت عملته انا الاخوة في اللي شهر معايا على المباشر، 11 الله يجازيكم بخير ما بقاوش نبزبزوا 22. بزاف، ماشي كنهضرش على الاخوة كلشي اللي على معايا بعد على منهم. المباشر، الله يجازيكم بخير ما بقاوش نبزبزوا بزاف، ماشي كنهضرش على كلشي على بعد منهم. يعني بالعربية راه الاخ مسكين راه مشدود في خوزيرات، يعني مشدود يعني في سترانخيرية، يعني بالعربية مشدود في يعني في مكان المهاجرين. الاخ ديالي واش بوحدك ولا كاينين ناس بزاف على حساب عندهم نفس المشكل ديالك؟ كنا في الأولي السبينة، كنا في الأولي السبينة، دابا زادو زاد ستة زادو خمسة. خويا العزيز الله يسهل عليك وخا سؤال باش يتجاوبو خايلة. خويا العزيز الله يسهلها لك والله يفرجها لك. عليكم السلام خويا العزيز، مرحبا يا رمانو. السلام عليكم خاي، مرحبا يا رمانو ديالي، عليكم السلام. السلام عليكم خاي، سولك واحد السؤال. سين مرحبا خويا. اسمعني، أنا ضارب هنايا 5 سنين، سين أنا ضارب هنايا 5 سنين وأنا في إسبانيا، وانا عندي بيدي اكسبورسيون، ولكن انا عندي الضمانه وعندي كنخلص سيكورو. الضمانه شكون ضمنك خويا؟ فهمتي؟ الضمانه شكون عندي ضمنك خويا؟ سيكورو انا هنايا عندي كل شيء، ولكن انت ولا كنتي مشدود انا عندي اختي هنايا العائله عندك ديالي جين عندك تما الضم، يعني هي ولكن انت ولا كنتي مشدود وعندك اختك وضمنك راه عندها الحق تجي عندك تما الضم، يعني هي اللي تقدر تخرجك من تما، يعني هي اللي كتحط واحد الضمانه بان انا كنضمن هذا السيد. نسولك انت عندك شهاده السكنه؟ اسمح لي، راه خصها هي تجي باش تخرجك اخويا، حيت انا ديك الموقف ديك خزيره اللي راكم فيها انتوما راه شدوني فيها نهار اللي دخلت انا في البحر، شدوني تما 5 ايام اخويا ومن بعد طلقوني، يعني عطوني انا الطرد بعد الدخله ملي جيت ندخل اسبانيا، يعني ماشي الطرد سبورسيون ديال عام ولا عامين، ولكن عطوني غير ديك الورقه الاولى اللي كيعطيون اي واحد. غير اللي بغيت نفهمك، واش انت الاخت اللي ضامنك عندك معاها شهاده السكنه ولا ما عندكش معاها؟ الاخت ديالك واش انت عندك معاها شهاده السكنه ولا غير؟ شنو ما سمعتكش مزيان. الاخت ديالك واش انت عندك معاها شهاده السكنه ولا غير ضامنك؟ عندك شهاده السكنه مع اختك ولا لا؟ ما سمعتكش مزيان اخاي. واش عندك شهاده السكنه مع اختك ولا لا؟ ضمانه وكنخلص سيكولو. مزيان، غير اسمعني، واش خصك عندي سيكوش معاها ديك المده اللي يحكموا عليك تما؟ مزيان، راه هي اللي خصها تجي تخرجك اخويا، ولكن خصك تقول ديك المده اللي يحكموا عليك تما، واش شهر ولا شهر ونص ولا 20 يوم، فهمتيني كيفاش؟ راه المحامي ديالكم هو اللي عارف شحال حكموا عليكم. راه كيكون عندك واحد الحكم، راه المحامي ديالكم هو اللي عارف شحال حكموا عليكم تما. دابا شوف، دابا انا عندي الطرد ديال 5 سنين 2020، انا جابوا لي ب 2020. ما هو السبب؟ واش غير ديال حيت ما عندكش الاوراق ولا 2020 كاين شي مشكل؟ عطاوك الطرد ديال 5 سنين، ما هو السبب؟ واش غير ديال حيت ما عندكش الاوراق ولا كاين شي مشكل؟ الاخوان لا اسمح لي، الاخوان انا كنخلص سيكورو، انا متفق معك، لا اسمح لي، انا متي هنايا واحد السيكورو ديال الحياه، يعني انت انا متفق معك راني فاهمك، يعني انت كتخلص واحد السيكورو ديال الحياه، يعني انت كتخلص على راسك، ولكن السؤال ديالي انا اللي كنتوجه لك انتيا، واش انت عطاوك سبورسيون ديال حيت ما عندكش الوراق ولا شي حاجه اخرى؟ انا عطاوني ديال الشهاده ديال الوراق، حيت انا كنت جبت البياخز تحرقه هنايا، انا جبت حرقه معايا وكان وقع لي واحد الكيلو وتبرت وعطاوني. حيت انت كتجيب بنادم خويا العزيز، واش ولكن انت واش تبتو عليك حيت انت كتجيب بنادم خويا العزيز، واش تبتو عليك ولا غير انت كتقولها دابا؟ لا شوف انا ما سبورسيون على هذا الموضوع، تقوا بيوم متيقين شي يوم، المهم عطاوك سبورسيون على هذا الموضوع. 2020 جوج عطاوني في حق في 2020 2020 يعني جوج وما درتيش 3 4 لي كورسو، يعني ما جبتش، يعني انت خويا باقي ماك وما درتيش لي كورسو، يعني ما جبتيش ليمبيو نو؟ عندي عندي الكورسو، داير الكورسو دابا، عندي الكورسو لي كورسو، يعني درتي السينف في ديك الدوسي،
يعني انت مازال يعني مازال تابع ديرتو الملف ديالك دبيلا يعني. قلت لي يعني اخويا اخويا لا العزيز باش نوصل لك يعني انت المعلومه، مازال يعني مازال انت تابع الملف ديالك وصاحبك اللي يعني معاك اخويا ان العزيز شاء باش الله نوصل لك باذن هذه الله المعلومه، غادي يعطيكم انت الطرد من داخل الحبس. انا وصاحبك ما اللي معاك جيتش خصك باش تعرفوا نرد بان ان شاء الله مباشره، باذن الله غادي انا ان يعطيكم شاء طرد الله من داخل الحبس، يعني يعني ماشي الطرد غادي مني يقدرش عندكم يردوكم هما مني مباشره، ولكن ان يعني شاء الطرد الله مني غادي شيء. يعطيكم غير الطرد من تما، يعني تمنوا الطرد احسن ما يردوكم، يعني الطرد تخرج وينو تمشي. اسمعني اسمعني دابا راه كانوا معانا واحد كولومبيانوس وانتم مش حاربكم حالكم هما مغاربة، رجعوهم تعود بهم لبلادهم. وانتم مش حال بكم مغاربة، انتم مغاربة مش حال بكم، انتم مغاربة مش حال بكم، سي 11 بكم حنايا، سي حنايا الساعة 11 بينا 11 بكم. الله يفرج عليكم اخويا، حنايا 11 ديال 11 المغاربه هما المحامي ديالكم زعما، يعني الله يفرج عليكم اخويا العزيز. انا اللي غنقول لك هما المحامي ديالكم زعما، يعني عاودوا طلبوا اللجوء مره ثانيه ولا شي حاجه، اللجوء الانساني ولا شي حاجه. المهم خدامين المحاميين دابا مخدامين، انا عندهم الاوراق ديالي كاملين، الضمانه كل شيء. انت خصك تواصل مع الاخ ديالك هي اللي تجي تزيد عندهم، يعني باش تجي عندهم بالي وربي فر. ايوا ها الله وعندي كورسو ديال تراب اخو غراتيس، ما عطاكمش مولطه ديال تخدم مع وعندي الدوله وعندي تراب اخو غراتيس اللي درتيه زعما، ما عطاكمش مولطه، ما عطاكمش مولطه ديال تخدم مع الدوله تخلص داكشي اللي درتيه زعما. قدم لهم بان انت انا عندي، انا عندي انا عندي ورا كتخدمها ولا قدم لهم بان انت تراب اخو غراتيس ورا كتخدمها ولا غير في الورق؟ لا باقي يلاه شوف انا مني ملي جاتني انا تقدم ليها لهم بان انت عندك واحد الخدمه كتقدمها للدوله، وهذيك الورقه هي اللي كتحكم. تقدم ليها لهم بان انت عندك واحد الخدمه كتقدمها للدوله، يعني عندك واحد الملتقى خصك تخدمها. ايوا البنا عطيت المحاميه انا ديالي هادشي كامل، هي اللي مكلفه لي به. انا الطلب ديالي حسبي الله ونعم الوكيل، الله يفرج عليكم الاخوان. انا الطلب ديالي قسم بالله العظيم الى هذيك خوتي الله يرحم الوالدين، والله الا تبورش قسم بالله العظيم الى هذيك اللحظه اللي جالسين فيها عشت فيها انا في 2018 في الاخر ديالها ملي دخلت من المغرب. خمس ايام جوزتها في ستران خيريه وكنقول واش غيردوني ولا يخليوني، في الاخر ربي فرجها علينا. خرجونا نهار الجمعه جينا 88 واحد، رجعوا كاملين بقينا اربعه بينا. الله يرحمكم الوالدين، ولكن برضات الوالدين ما بغينا لا، ولكن انا اللي غنقول لكم الله يرحمكم الوالدين اللي معايا على المباشر، ما بغينا لا قليبات لا والو، بغينا ندعوا مع الاخوان الله يفرج عليهم، ولا معنا شي والدين يدعوا معاهم. عندي ما ندير بها اخويا اللي كتكيف بانطايا، ايوا وقف ديك تكيت بانطايا، ما عندي ما ندير بها اخويا، بغيت تكتب كومونتير كلشي ادعي مع الاخوان. الله يرحم لك الوالدين خوتي، الله يرحم لك الوالدين، الله يرجع لك تنسى، الله يرحم لك الوالدين خوتي، الله يفرج عليكم الطلب ديالي. مرحبا سلطان، اسمح لنا نديك واحد دقيقه من وقتك. شي الدراري يلاه كنوصلوا الحراقه، ثلاثه الدراري يلاه كنوصلوا، جاوا من هنا ستري خيريه، وانا خمس ايام يرتقوا. اسمعني انا قلت لهم عملوا اللجوء، عملوا اللجوء ودابا عملوا البصمات، عملوا كل شيء، قدرتوا تقولوا لهم ولا والو؟ واش معاكم مغاربه؟ واش هادوك داخلين ديك 11 اللي قلتي ليا؟ داخلين مع ديك 11، لا هادوهم بيومكم ال 11، ثلاثة الدراري اللي جاوكم ال 11. هادوك اللي جاو خصكم تعرفوا، ولا ما كانش بنادم بزاف راه ما يردوكمش اخويا العزيز. هادوك اللي جاو جداد وطلبوا اللجوء غيعطيهم حتى هما واحد الفرصه ملي غادي يرفضوا ليهم اللجوء، يعني اغلبيه ما كتقلبش اللجوء، يعني على حسب بلادنا حنا ما عندناش الحرب، ولكن اغلبيه ديال الاخوان اللي كيطلبوا اللجوء يعني هنايا في اسبانيا كيبقى واحد المده، يعني ضروري خصهم يطلقوهم حتى يجاوبوهم بالنوم، يعني ما عندوش الحق يردوهم ديك اللحظه. عاد ممكن ديك الساعه يديروا معاهم، يعني حتى يعطيوهم الرفض ديك اللجوء عاد ممكن ديك الساعه يديروا معاهم يعني نفس الاجراءات. اي يقول لك زعما دابا هما عملوا اللجوء في طريق خريه، انا طلبت لهم يعملوا اللجوء هما ما فاهمينش مساكن، فهمتي انا ضارب هنا باس عليكم فهمت. الله يسهل عليكم اقسم بالله، انا زعما صافي تسالوا لي نكذب عليكم، يعني صعيبه واحد كيجي دبر على راسو ما يعملوا انا شي حاجه، انا ما عندي لا انا ما كاين لا والو. ما شوف مادام ما عندكمش مشاكل، انا عندي محامي قوي لا هنا ولا عملت المشاكل هنا ولا في المغرب. تحياتي لكم، سمع انا كنقول لكم واحد الكلمه للاخوان راه كيدعيو معاكم. خوتي تحياتي لكم كاع اللي كيدعي مع الاخوان، كنعطيكم التحيه، وانا كنقول لكم سير الله يفرج عليكم، الله يفرجها عليكم في هذا النهار الكبير. يعني يقول واحد المثل كل حاجه مكتبها ربي، يعني حنا في يدهم يديروا اللي بغاو، ولكن ربي فوق هو اللي كيحكم، هذا اللي كاين. الله يسهل عليكم، وانا نكذب عليك صافي تسالوا لي بالعربيه صافي، ما بقى عندي فين نزيد. واش ما عندكش شهاده السكنه؟ واحد واحد بريمة ديالي الله تعدل لي شهادة السكنة، كنت ديك الساعة ماشي لعندي باش تعدل لي شهادة السكنة، هما يكرفوا لي دابا مين سقط خويا انا في الطريق الخيرية، قالت لي انا نعدلها لك. خصها تدي لك شهادة السكنة وتجي تضمك، هي تجي لعندهم. أول حاجة
غض منك اخويا واش دارك واش كاري هي دار هي اول حاجه عندك ان شاء الله توقف معك هذا غض منك اخويا خصها تجي عندك ان شاء الله توقف معك هذا اللي كاين خصها تجي عندك ضروري غض منك هي ولي كتغض منك هي تقدر دير لك ماشي مشكل واخا عندهم ولي كتغض منك هي ولي كتغض منك هي تقدر دير لك شهاده السكنه صراحه ولي كتكاري الدار في السميه ديالها واخا عندهم يكون عندها شي تصويره في التليفون ولا شي حاجه ولي كتكاري الدار في السميه ديالها يعني تمشي عندهم تقول لهم راه خويا مجدود بغيت نديرو شهاده السكنه غادي يعني هذاك الشيء كيتساعدوا فيه اللي بغيت نقول لكم انا نوصيكم عليه يعني انت في وسط الحبس خلوا الاخلاق ديالكم مزيانه يعني هذاك ما كنحسبوش الحبس هذاك كنحسبو واحد البلاصه يعني بحال نقول لك الظروف جابتنا فيه ما الحبس الحبس حنا كنسميو هذاك اللي كيدير يعني شي حوايج اللي ساهله ليهم ما الانسان اللي كيجي يقلب على راسو راه ما كنسميهش الحبس هذاك كنسميها الرجوله يعني انت ما داير والو جيتي تقلب على طريب الخبز يعني جاو فيك هذا القانون ديالهم عندهم حق يديروا معك بعض يعني بعض الاجراءات ولكن يعني غير حق باش يطردوك من هنايا غير ولا عطاوك واحد الطرد انت تقدر تكلف يعني بالرحيل ديالك زعما بحال نقول لك بعد طريق المشاكل وكنصيحه اللي عنده الطرد ديال عامين ديال 5 سنين انا كنعطيك كنصيحه يحاول يبعد شويه من اسبانيا ولا ما حيدش ديك الطرد هذه نصيحه مني انا ما كنعطيها لكم حتى شي واحد تعيا تهرب منهم تكون خارج تجيب غير الماء ولا تجيب شي حاجه يطيحوا فيك يعني ما تكونش داير حسابه يعني الله يسهل عليك خوتي انا طلب الاخر اللي نطلب منكم بلا ما تسكلوا في بانطايا لا والو داروا مع هاد الاخوان هادو راه كاينين مساكن في ستران خيريه يعني جوج الاخوان اولا 11 بكم ياك داش بينا كنا في الاولى السابينا وزادو كلاس الحراقه الا كان وصلني هنايا وزادو واحد الدري عاوتاني يلاه كان مشى يجيب باسبور تيم ستراخ مشى يقول القنصليه ويكرفوا عليه يعني خزيرات واش سو خوتي شو لا مشاكل يعني خزيرات انا دائما كنوصي عليها الاخوان انسان زعما اسبانيا لو كان باسبور ديالو كاين شي مشكل باسبور دي زعما شنو كتحسبوا ديك الباسبور دي زعما واش كتحسبوه شوف الباسبور تي هاد العاف الضعيف اللي كيهضر معاك كنت كنسافر فين بروكسير في الطياره وكانوا كيوقفوا عليا ما عمرهم داروا لي شي حاجه وهذا الشيء عندي مثبت بالفيديوز في اليوتيوب غير هو يتيحوا فيك بعض الراسيست يعني بلا ما يثبتوك بان شكون انت تجيهم ساهل باش يردوك الباسبور ديالك كيحكم يعني بلا ما بقاو يقلبوا شكون انت بصيفط هنا يعني الباسبور ديالك كيحكمك شكون انت مغربي صافي راك عرفناك يعني نقدر نصيفطوك ديريكت للمغرب ولكن ماشي هيدا يعني بعض الاجراءات اللي كيتاخذوا عاد ممكن يردوك ولكن ماشي يردوك غير هيدا وصافي غير حق حيت الاتحاد الاوروبي شي مع الاخر اللي داروا بان ترد واحد ماشي ما تردوش ولكن يكون عنده سبب علاش تردوا غير بعض المرات كيديروا شي اجراءات الله يهديهم ويهدي الجميع وهذا الشيء اللي كاين اي والله الله يهديهم ويهدي الجميع الله يهديهم فينا والاخوه اللي ما عندهمش الاوراق وكملوا عامين سيدفعوا فورماسيون بعدوا على المشاكل والدعوه من هاد الاخوان بغيناها كاملين في الكومنتيرات خوتي الله يجازيكم بخير الله يرحمكم الوالدين معايا 200 واحد على المباشر حنا المشكل ديالنا هما ديك الحمانيه هما المشكل ديالنا هما ديك الدراري هما اللي بسبب هنا كاملين المشاكل وكيخلطوا كلشي بحال بحال المشكل ديالنا هما ديك الدراري اللي كيطلعوا كاملين المشاكل اسبانيا كتكون تينا ترانكيل وخدام على اختك كياخذ كي جامع من خليك خوته وحدك تخمس شوالي دعوا بهم الله الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق في اي واحد كيجي وكان سبب في المشاكل هنا الله ياخذ الحق في اي واحد كان كيجي هنايا وكيدير مشاكل كيسرق وكيجي خو اخر كيقلب على طريب الخبز وكيطيح في المشكل وهو ما كيطيحش في المشكل عاد اجي عادي خلاوكم كتهضروا ياك هذا هو المشكل اللي كنلقاو فيه عاد اجي عادي خلاوكم كتهضروا ياك واش عادي كيخليكم تهضروا ضروري لا عنا سوايع عنا من 8 ل 12 اللي كننزلوا التليفون نمشيو حنا 8 ونص الصباح كيهبطونا فترة وثاني كننزلوا التليفون صافي تقاداو ليا بغيتكم ديام لا اله الا الله خوتي الله يرحم الوالدي انا صافي تقاداو ليا بغيتكم ديام مع الاخوان الله يسهل عليهم يعني كونستالا في واحد البرنامج في شكل يعني وليت دابا ما قداش يعني نزيد يعني صافي يعني ما يعني ما عندك فين تزيد يعني انا كنتفكر يعني كترجعني 2018 وانا كيشدوا بنادم اخويا انا اول مره كيجي بحال مسكين كيحيدوا واش اخباركم واحد القضيه راه ملي كيشدوا بنادم اخويا انا اول مره كيجي بحال مسكين كيحيدوا له حوايج كاملين كيقلبوا اودي شوف واش ما عمركم شفتوا هذه القضيه هذه عمر قالوا لكم شي واحد اودي شوف حتى انا وقعت لي انا وقعت لي القضيه هذه وقعت لي نقول لهم اودي شوف قولوا لي فيكم مثالي ولاد الحرام اودي شوف راه اقسم بالله العظيم يعني ماشي بالجوع الا ما كان جينا هاد الارتي كتكون وسطنا العظم الواحد راه كان في بلاده عايش ميخي يعني ماشي بالجوع جينا ولا جينا الحمد لله كل واحد راه كان في بلاده عايش ميخي غير الانسان كيقول غيبدل الحياه ولكن كيبان بان ماشي كيبدل الحياه حنايا جينا ما والوش صافي تا قلت كيقولوا انت انا قلت شنو كان Thank you.
يقولوا الدراري جاو حراقه ثلاثه دابا اذا الدراري جاو حراقه يقدروا يطلقوا لهم نعملوا اللجوء هنا يقدروا يلخيو لهم. جاني سينير دابا عاوتاني ان شاء الله الخير خوتي كيجي سينير ما عرفتش علاش جاني سينير دابا عاوتاني جاني انذار في اليوتيوب في التيك توك زعما علاش كتسينياريو زعما حسبي الله ونعم الوكيل الله يسهل عليك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل الله يسهل عليك اخوتي الله يعاون كل واحد مهم الله يفرج اي حاجه بارك الله فيك الله يرحم والديك الله ان شاء الله تحياتي الله يفرج عليكم اخوتي الله يسهل عليكم الله يرحمكم الوالدين شي حاجه مهم ناخذ شو ان شاء الله الله يسهل عليكم قولوا لنا ان شاء الله بالي خويا العزيز ان شاء الله شي نهار ان شاء الله غتكون داير اللايف انا ديما كنتبعك ديما المستوى تبارك الله طالع ما شاء الله الله يرحم الوالدين تحياتي اخويا اخبار انا كنقول كنكون انا هو الاولي في خوك تبارك الله عليك الله يرحم الوالدين الله يبغى ديابا شكرا الله يحفظك خوتي يعني تقدر تمشي الله يرحم لكم الوالدين راه الله يبغى ديابا يعني تقدر تمشي هاد القناه ما عرفتش علاش ما فهمت والو انايا يعني ما درنا والو دابا ديك السيمانه اللي فاتت عطاونا يعني انذار على اللايف ودابا عطيني الانذار ما عرفتش علاش صعيب شويه الله يرحم الوالدين اللي ما على المباشر سكيف بانطايا هذا اللي بغيت تفهمني انا صعيب شويه علاش هذا الانذار الله يرحم الوالدين حيت يقدر هذا اللي بغيت تفهمني انا سكيف بانطايا اخوتي الله يرحم الوالدين حيت يقدر الله ما يبقاش يطلع ما درنا والو يقدر الله يتقطع عليا لمده ديال 90 يوم ما عرفتش ما درنا والو مرحبا بالجميع السلام عليكم كي داير خويا انا سلام خويا طنجاوي والله انا زعما صافي الى خويا انا بقاو فينا الدراري وحق الله الدراري والله انا زعما صافي والله الا تقاداو ليا الله يسهل عليهم وشنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله ربي يديم السيتوي ديال الخير يا ربي امين خويا الله يرحم لك الوالدين تحياتي لك اخويا العزيز تحياتي والله ان شاء الله يفرج عليهم باذن الله ربي الحبيب الكريم مرحبا خويا العزيز تحياتي امين عندي غير واحد سؤال الله يجزاك بخير مرحبا خويا العزيز تحياتي انا كنت تعرفت على واحد السيده اسبانيولا مرحبا داكوغ عندها المهم تعرفت انا وياها كاينه بنيه درت رايغو فاميليال عندي طرخيطه ديال 5 انيوس دابا بقى فيها 3 انيوس ما بقيتش داير مع بادرونامينتو دابا شي عام ما بقيتش مبادروني معها في نفس الدار هي بقات مع البنيه انايا بعدت شويه على واحد بعد لواحد المدينه باش نيفيتي بزاف ديال المشاكل معها ودابا درت واحد دابا عندي التا عندي كونتراتو فيخو دابا الله عندي 6 ميس عندي 4 ميسيس ديال الكونتراتو فيخو و سولو كيرو سابير يعني بارا ايفيتار دي بروبليما كونيه وباغي نجيب ولدي من المغرب يعني باش نيفيتي واش بهاد الترخيطه الرايغو فاميليال نقدر ندير تراميتي باش نطلع ولدي من المغرب ولا الكامبيار الترخيطه ديالي ونديرها على قبل الخدمه شنو الحل اللي تقدر تنصحني به وشكرا جواج مغربي ولا اسباني اول حاجه اخويا العزيز مجوج هنايا جواج مغربي ولا اسباني لا داير مع باريخه ولكن نو ريجسترار يعني ماشي طريقه يعني دفعت يعني انا على قبل البنيه ما دفعتش على قبل هي مزيان انت الوراق اللي عندك دابا فيهم السميه ديالك فيهم السميه ديالي فهاد الترخيطه الجديده ديال رايغو فاميليال فيها 5 واش ديال الترابخو هذيك ديال 5 انيوس واش فيها واش ديال الترابخو هذيك ديال الخدمه البنيه كونتراباخو عندك الحق اخويا يعني درتي على بنيه على البنيه ولكن انا بغيت نسولك عندك الحق اخويا ضرب تجمع العائلي من المغرب يعني كنت مع اسبانيولي يعني ولكن انا بغيت نسولك سؤال قول لي قلتي مجوج يعني كنت مع اسبانيولي نو مع اسبانيولي يعني ديجا كنتي مجوج مزيان ملي جيتي تجوج قدمتي لهم بان ديجا كنتي مجوج وقدمتي لهم بان عندك بنيه لا كانوا سولوني قالوا لي حدنا كانوا سولوني في ريجسترو سيفيل قال لي واش سولتيرو ولا مجوج قلت لهم نو سولتيرو نقدر نصحك شي حوايج اللي انا غنصحك فيهم غادي يضروك شويه ولكن نتايا ملي قلت نقدر نصحك شي حوايج اللي انا غنصحك فيهم غادي يضروك شويه ولكن نتايا ملي قلت لهم هذاك عمروها في الوراق نو حيت ما تقدرش دير رايغو فاميليال الا كانت هذيك اللعيبه فهمتي ولكن انت يعني كنتي ديجا يعني انت غير اسمح لي في المغرب راك مطلق انا في المغرب مجوج بغيت طلع البنيته وتطلع يعني باقي مجوج في المغرب بغيت طلع البنيته وتطلع مدام نو يغطلع فيه مدام ماشي فيه التاريخ قبل ما تجوج وهذاك عقد الزواج يغطلع فيه مدام ماشي فيه التاريخ قبل ما تجوج هنا
فيه التاريخ اللي في المغرب، فيه قبال ما نطلع هنا، ولكن انت هنايا داير ما باريخ، مزوجش انا بها، ما مزوجينش هنايا انت داير باريخ، ولكن على قبل ما بنية دايرش انت درتي باريخة، لهم بان انا انت دافع سورتيرو، على علاش قبل درتي لهم البنية. سورتيرو؟ ولكن على قبل بنية انت درتي لهم بان انت سورتيرو، علاش درتي لهم سورتيرو؟ نو هما كيسولوك واحد الفورميلير، كيسولوك حيت هذيك الساعة كان عندي غير باسابورتي، ما كانش عندي ترخيطة ريزيدنسيا، بيرو مني بغيت على ندفع على البنية الرايكو فاميليا دفعت على غير ما يكونوش البنية، داروا لك، ما يكونوش دايرين فهمتي؟ على حيت في البنية انت الأول، يعني، حيت غير ما في يكونوش داروا الأول لك، صح ما يكونوش انت دايرين لك يعني، انت يعني ما اعترفت يكونوش بأن دايرين لك مجهول بأن انت ديجا مشكل، اعترفتي بأن ما مجهوش، نعم هذا راه مشكل مشكل صعيب. كبير شوية، انت عندك بنت ده مشكل شوية صعيب، سورتيرو يعني غتجيب الوراق، انت عندك انا بنت عاود لك قصة وقلت واقعية لهم يطلع معايا سورتيرو السيد في يعني اللايف، غتجيب الوراق، انا غنعاود لك قصه واقعيه اللي طلع انت معايا غادي السيد في تفهمها اللايف، يعني انت تفهمها بالطريقه ديالك. غادي السيد تسمعني وانت غادي تشرح جوج هنا في يعني انت اسبانيا تفهمها بالطريقه ديالك. وقال لهم انا ما مجوش، السيد هو باقي مجوج في جوج المغرب هنا في اسبانيا اسبانيوليه، وقال لهم انا ما مجوش، هو باقي مجوج في المغرب ولكن اسبانيوليه، انا ما تزوجناش، انا ما تزوج، انا يعني دفعت انت على وياها على كاع البنية، عشتوا يعني صحاب ما ودفعتي درناش لها بنيتها، باريخة. نو يعني انت وياها كاع عشتوا يعني انا صحاب ودفعتي لها بنيتها، نو حيت هي عندها الناسيوناليداد والبنية الناسيوناليداد مزيان، الاسبانيولا، ولكن انا السؤال دفعت ديالي على البنية غير ما وخديت سانكو يكونوش انيوز دايرين لك ديالها. بان انت قلت لهم مزيان، ولكن ما السؤال سميتش ديالي راجل، يعني ما غير كاينش ما كاع يكونوش بروغرام، دايرين لك بان انت قلت هما لهم شنو سورتيرو، دايرين لك بان وانا ما انت درتيهاش راه سورتيرو مزيانه، يعني ما كاينش كاع انت بروغرام هنا، سورتيرو من بعد ولكن كي الا بقيت مشاو داروا بروغرام لك مع بان في البنية الوراق في سترانخيريا المغرب في انت المغرب، سورتيرو يعني ومن هذا بعد غير جبتي قانوني ليهم بان ومشكل عندك هذا، بنيته وهم راه مجوج في المغرب، يعني هذا غير قانوني مشكل هذا. لا ولكن عندي في ليبرو دو فامي سولتيرو وهي يعني سولتيرا، شوف انا كنصيحه ديالي انايا، الامور يعني شويه شوف يعني انا معقده كنصيحة ديالي معقده، انايا يعني غير ديك اللقطه الامور ديال شوية بان انت يعني قلتي لهم معقد، سورتيرو، يعني علاش ماشي معقدة نقول يعني لك، كان يعني عليك غير تقول لهم ديك انا اللقطة ديال مجوج في بان المغرب انت في قلت المغرب، لهم سورتيرو وتقدر علاش، تقدر تطلق يعني المرأة كان عليك تقول لهم وتعاود بان انا تجيبها مجوج في وتعاود المغرب ما ومطلق، تجيبهاش، واخا بون تقدر ماشي مثلا مشكل، تطلق المرأة وتعاود تجوج بها وتجيبها، نقولوا ماشي مشكل، انت دابا ماشي مشكل، انا ما غادي، انا غادي نطلع غير ولدي، ومني غتدفع وما فاميليال، ما يسولونيش واش عندك غتدفع ولدك في المغرب ولا ما غتدفعهم عندكش واحد ولاد الوراق في ومني المغرب، غتدفع انت فاميليال، درتيهم على واحد يعني البنت تجمع هنايا، بان فاميلي، انت هنايا دابا غتدفعهم هذيك بواحد ساليتي معاها الوراق هنايا، اللي نتايا درتيهم على واحد البنت هنايا، ان نتايا هنايا دابا هذيك ساليتي معاها هنايا، ما بقاش عندي كونتاكت هذا هو معاها. المشكل، المشكل اللي كاين ماشي في هي، نو هذا هو المشكل اللي كاين المشكل، هو ديال المشكل اللي يعني كاين ماشي في سورتيرو هي، اللي مشاو نو داخلوا لك في السيستم، كيفاش هذا المشكل قال اللي لنا كاين هو ديال، سورتيرو، يعني يعني يقولوا ديك بان سورتيرو هذيك اللي مشاو الجوج داخلوا غاليه لك في السيستم للماده، كيفاش هذا قالنا هذا هو سورتيرو، المشكل، يعني يقولوا بان اشنا هذيك الجواج سورتيرو كان غاليه غاليه للماده، للماده، هذا هو المشكل، ماشي كيفاش جواج، قالنا انا ما سورتيرو هو تزوجتش دابا بها كيطلع، هنايا، علاش لكن علاش انت تزواج ديال الماده بنت وانا ما ماشي تزوجتش جواج، بها، ماشي ماشي جواج، جواج ديال الورق ماشي عليها، جواج، تسمى انا ولكن انت سورتيرو داروها لك تما، البنت ملي جيتي باش دير الورق عليها قلتي لهم انا سورتيرو راه داروها لك يعني انت تما، ملي غتجيب، ملي غتدفع تجمع العائلي ديال بنتك ولا العائله ديك اللي غادي يعني تجيب، انت ملي غتجيب، ملي السيستم غتدفع يعني تجمع العائلي المعلومه ديال ديالك بنتك هيطلع ولا لهم بحال العائله ديك السلام اللي غادي عليكم، تجيب، كلشي تما يطلع راه لهم هنايا، السيستم يعني يعني، المعلومات يطلع يعني تما، المعلومات بنتك ديالك يطلع غيطلع لهم لهم بحال بحال السلام السلام عليكم، عليكم، كلشي كلشي تما تما يطلع يطلع لهم، لهم، داكشي داكشي كامل كامل قلتي قلتي غيطلع غيطلع تما، تما، صحابك صحابك كينساو كينساو شي شي حاجه، حاجه، ولكن سترانخيريا ما انت تأكد من سولونيش ديك كاع الوراق اللي هذا دفعتي السؤال ليهم هذا، وديك الوراق اللي عطاوك واش مكتوبه فيها ولا ما انت مكتوبش فيها، تاكد من ديك الوراق لان اللي دفعتي ليهم وديك الوراق اللي عطاوك واش مكتوبه فيها ولا ما مكتوبش فيها، راه ما كاينش كاع مشكل، الوراق اللي طلبوا ليا، الوراق اللي طلبوا ليا من المغرب هو الورقه ديال ورقة ديال الحمدانيه ديالك الحالة شنو كان فيها، المدنية ديالي صافي، الورقه ديال الحمدانيه والباسبور، ديالك شنو كان فيها، ديالك انت ورقة هو ديال الحالة المدنية ديالي، زعما الورقة سميت با سميت مو ديالك انت صافي، هو ديالك انت هو ما فيها حتى شي حاجة ديال، ماشي طلبوا ليا، ما قالوش لي جيب شي ورقة واش عازب ولا ما مزوج من طلبوهالكش، المغرب، ما طلبوهاش ليا، ما طلبوهالكش، نو نو نو، حيت انا دفعت على الرايغو فاميليال، دفعت على عندي، عندي بنتي انا عندها انا الناسيوناليداد فهمتك فهمتك اسبانيولا، فهمتك دفعت فهمتك على الاوراق على انا البنتي فهمت وخديت كل الاوراق شيء، على انا خط فهمتك الشهريه فهمتك فهمتك كامل، يعني فهمتك فهمتك، نسخه انت كامله انا على فهمت الوراق، كل شيء، انا تاكد فهمتك من الشيء نتايا ديالك من الوراق كامل، اللي يعني دفعتي بيهم جبدهم وقراهم توكل وشوف على اللي الله فيهم، ودفع فالي وتاكد تاكد من نتايا نتايا من من ديك الوراق الوراق اللي دفعتي اللي بيهم دفعتها جبدهم بيهم وقراهم وشوف اللي بنيتها فيهم، بالي بان غير ما يكونش فيهم هي سورتيرو، يعني وانت من بعد تقول غادي تجيب لهم سورتيرو واحد هو اللي البنيته دفع لك البنت، بان يعني كبيره، يعني قبل ما ديك دفع الله سورتيرو يسهل، يعني انت يعني عندك عادي البنت، تجيب، يعني انت دابا خدام التا عندك الوريقه ديالك، هذوك دفع الوريقه الله في يسهل سميتك، عليك، يعني عادي تجيب، يعني يعني انت دابا المرأة خدام التا يعني عندك المرأة الوريقه تجيب ديالك، عندك هذوك الوريقه الوراق في وتقول سميتك، لك يعني البنت، درتيهم على غير بنيتها هو ماشي على المراه، استشار مع شي يعني محامي عندك باش الحق يعرف تجيب يعني المعلومات المراه الصحيحه، وتجيب الولد من المغرب، ديالك شنو غير هو قلتي، استشار مع شي محامي باش يعطيك انت المعلومات تسمي الصحيحه المحامي ويشوف تروح لك عند الملف الوراق ديالك عشان شنو تجيب قلتي بيها فيه، ولادك، يعني ما تدفعش فهمتيني، بشي طريقه اللي غادي حيت تضرك، المحامي يقدر يعطيك طرق اخرين تجيب بيها ولادك، يعني ما تدفعش بشي طريقه اللي غادي تضرك،
فهمت؟ غير سؤال بحال دابا انا عندي خدمه ديالي، عندي كونتراتو فيخو دابا. دابا بحال دابا سولت انايا الا بغيت دابا غير نبدل انايا الترخيطه، طلبوا لي غير ثلاثه النومينات ونبدل الترخيطه ديالي، نديرها على كونترا ديال الخدمه، ولكن واقيلا ديال دوسانيو سيعطوني، فهمتي؟ علاش عطيوك ولكن ديال انا ما دوسانيو؟ بغيتش شكون نزرب، قالها لك؟ قلت انا واش ندفع علاش عطيوك دابا ديال دوسانيو؟ شكون قالها لك؟ حيت دابا حيت غادي تبدل من الراي من ترخيطه فاميليال ويعطيوك اخر خمس سنين لترخيطه خمسين ثانية ديال الخدمه، فهمتي ولا لا؟ ويعطيوك اخر خمس سنين ثانية اخويا. ما يقدروش يعطيوك خمس سنين لان غادي نتباع ديال الخدمه، ما غاديش حيت نتباع حيت ما بقيتيش مع حق النيشان، ولكن انا فهمتي؟ اللي كنعرف حيت القانون ما خصو بقيتيش يعطيوك مع خمسين ثانية نو باس انا ده. ماشي عامين ثانية، ولكن انا اللي كنعرف القانون خصو يعطيوك خمس سنين ثانية اخويا، ماشي عامين ثانية. دابا انا لا دابا خويا انا لا، باش ما هذا ماشي دابا عنده الوراق حيت ديال انا غادي المرأة باش يطلبوا ليا يردوه من الا الزيرو، كنت انا بغيت لا نسلم خويا لا، الوزارة هذا ماشي عنده الوراق ديال المرأة باش يردوه من الزيرو، هذا عنده الوراق ديال خمس سنين البنت، على لا سوناتي ديال بنتك. تفضل يعني دايرهم على البنت. بحال انت دابا ولدتي هنايا ويعطيوك الوراق خمس سنين على لا سوناتي ديال بنتك. تفضل اخويا. دابا انا غير باش هي بغات تشد معايا العكس، حيت انا عيط لها قلت لها واش نصيفط لك شي حاجه كذا بيسيس، قال لي نو 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 نو، ما بغاتني زعما كاين باش تنفخش عليها، ما بقاش نشوف البنيه، فهمتي؟ ما انا ما كتنفخش بغيتش عليها ندخل معاها، اي هي ما خلاتنيش، قلت لها خويا. عطيني كوينتا ديالك وباش نسميتو، هي علاش قالت لي تقول لا، عطيني كوينتا ديال؟ لا فهمتي؟ لا حيت خويا، علاش؟ باغي تخلص اه النفقه ديال بنتك، علاش تقول عطيني وتستنى كوينتا ديالها؟ انت لو كنت تخلص خدام النفقه وباغي ديال تخلص النفقه بنتك، ديال تدي بنتك، لها الوراق تخلص بانها لها النفقه ديالها، وفي الاخر ملي غتكمل عليها تمشي تبدل عليها بالقانون الوراق بان انا راه كنخدم عليها. كان غادي تصيفط لها الفلوس الدريه تخلص ليها في القانون اخويا، دير المحامي ديالك اخويا ويخرج لك الصندوق ديالها، الدريه تخلص ليها الشهريه ديالها 200 اورو في الشهر، ماشي شي حاجه كبيره، وهذه هي 200 اورو ملي غتكمل بغيت انت غتبدل عليها ديال خمس سنين، حيت انت يعني كتصرف عليها ولكن ما عارفاش انت. واخا ما بغاتش هي ولكن بنتك انا هي ما بغاتش واخا ما بغاتش هي بنتك نو. الكنية ديالك ورا القانون اخويا، اه القانون ماشي هي، درتي عليها الاوراق سميها الكنية ديالك ورا القانون اخويا، القانون ماشي هي، هي القانون هو اللي كيحكم عليها، ماشي الحرب حيت دابا عادي. القانون انا انت ما عاد بغيناش مشيت تخلص ندخلوا في الحرب، لبنتك فهمني يا خويا الزين؟ ماشي الحرب عادي، انت عاد مشيت تخلص لبنتك باش انت احنا كاملين، ماشي نقول لك ماشي خلص، يعني كنقول لك هذيك راه هي بنتك، باش يعني كتخلص عليها كتسالفك باش هذيك، نهار ما تبدل احنا الوراق، كاملين يعني بحال في ديك يعني في ديك غير هي باش كتخلص عليها باش نهار اللي تبغي تبدل الوراق، الوراق يعني في ديك يعني في ديك الريسيوز بان راه كنخدم على يعني بنتي، كتصرف عليها غتقلب الوراق ديك يعني. بان راه باقي عندك كونتاكت الله مع يسهل بنتك عليك اخويا لاسي، يعني كتصرف عليها، هذا اللي كاين. تحياتي الله والله يسهل، يسهل عليك اخويا لاسي. صافي واخا شكرا. انا تحياتي الله يسهل. قلت انا باش نيفيتي المشاكل نصيفط لها نفتح لها الكوينطا ديال البنيه، فهمتي؟ حيت انا قالوا لي بوسيبيليتي باش نفتح، فالبنك ديالي قالت لي يعني يمكن لك تفتح كوينطا على قبل البنيه، ونبدا نصيفط لها الانجريسيو ديالها،